اقترب إيهاب جلال المدير الفني الحالي لمصر المقاصة من تدريب فريق سموحة السكندري بداية من الموسم المقبل بعد تلميحات برحيله عن أبناء الفيوم. ومن المقرر أن يعقد جلال جلسة اليوم الأحد مع محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصة لمناقشة بعض المتطلبات مع الإدارة، وفي حال عدم تنفيذ طلباته سيضطر لإبلاغ النادي بالرحيل الرسمي. جاء قرار المدير الفني بالتفكير عن الرحيل عن النادي بالوقت الحالي لمنح إدارة المقاصة فرصة في البحث عن مدرب بديل خلال الفترة المقبلة.